عندنا مثل عندهن يقول الماي سوق مرضى سوق العصا ما ينفع. ما ينفع لا طبعا ينفع. بس اقول لك شيء اخر بالمقابل ايضا ترك الامور على الغارب بهالشكل هذا سيؤدي الى كارثه بالتاكيد. الامور الان متجهه باتجاه كارثي. يعني رئيس الوزراء اسير عند مجموعه من الاتجاهات السياسيه اللي متضامنه في مساله الاطار التنسيقي. وسمعنا اكو خلافات الان كثيره داخل الاطار التنسيقي. يعني هذا الله يسعد يعني الحقيقه رئيس الوزراء محمد الشيعي السوداني. انا احترم الرجل واحبه واحترم احترام كبير. واشوفه شخص مناسب يقود مرحله من المراحل الان. ويجب ان نضع كنا احنا دعمنا وياه بصراحه. لكن بدا الصراع داخل الاطار. هم يعترف هو يعترف الان. لا صراع داخل صراع. يعني هنالك ضغوطات على الرجال بسبب المناصب. طبعا. وهذا الصراع انا على اتصال بالمناسبه انا على اتصال بالكثير من اطراف الاطار التنسيقي. اي. مغاضبين قسم منهم غضبانين على وجود محمد الشيعي. ها. ما يصير هذا احنا ما يصير كله حق التجارب يقول لي احنا الشعب ده يتضور جوع أسجن بلد بالعالم تفضل روح للإمارات مع احترامي للإمارات الكبير واحترامي الشيخ زايد الله يرحمه. الإمارات الآن قطعة شوط صارت مثل أمريكا مثل نيويورك. أي مثل نيويورك صارت الإمارات وخدماتها وإجراء معها احتفاظها بطابعها العربي. زين احنا اللي بدأ عندنا التلفزيون وبدأت عندنا الجامعات وبدأت عندنا الدراسات وبدأ عندنا التليفونات وبدأت عندنا هاي كلها ما انتهت. نحن صرنا تحولنا إلى صحاري والدول غلبتنا بكثير مسافات كبيرة. ما يصير هذا يعني لا يجوز. والشعب العراقي إلى حد الآن والله جايع ومهتوك وأبوه مشغول. يعني ما يصير هذا لا يجوز. نحن أخذنا على نفسنا عاتق إنه إحنا نخلص العراقيين من نظام صدام. شو جينا ما سوينا شيء بالعكس قمنا نسوي أسوأ. حس هذه النسخة الجديدة من الحكومة في كل حكومة لدينا آمال ولدينا طموحات ممكن أن تحقق وتحقق. تبدأ الحكومة بدأت الصراعات الولد على المناصب. هو المناصب بمعنى هل تعتقد السودان يستطيع أن يحقق شيء في ظل هذا النزاع الداخلي؟ لا والله صعب عليه كلش صعب, صعب. عليه. ولهذا أنا أدعو من خلال قناتكم الكريمة إلى تضافر الجهود وياه ودعمه حتى يحقق نتائج حتى من جماعة الصدري التيار الصدري. ما يصير يترك بالغابة الوحيدة. هسه الآن بالغابة الوحدة. واحدة. أي واحدة. والله صعبة. أي والله. جديات والله. أي والله بدعتك. أنا هم أحكي جديات. يعني ما يصير يعني لا يجوز يعني تدري هذا أولا لازم يسمع معنا يعني حتى نقد أنتقده. بس أنتقده ضمن مع يعني ضمن الأصول. مو انتقاد من هذا التهديدي وكذا.